أصلي معكم بكل تأكيد مشاهدينا الأعزاء في صباح الشروق، إلى أن أنضم أنا إلى هذه المنظمة عبر الصفحة في الفيسبوك اللي عنوانها نحن لهم الخيرية. تابعوا أنتم سوق النساء بكسلة، وهو ملتقى سكان الريف عبر التقرير التالي. يعد سوق النساء بمدينة كسلة من أقدم الأسواق النوعية بالمدينة، إذ يرجع تاريخ تأسيسه إلى خمسينيات القرن الماضي. وكان الموقع الذي شيد عليه السوق الحالي عبارة عن غابة من أشجار السدر واللالوب، وتمثل منسوجات السعف موردا رئيسيا من موارد السوق، إذ تتم عمليات البيع والشراء فيها يوميا أكثر من غيرها من معروضات السوق الأخرى. وتصنع تلك المنسوجات في ريف الولاية بصورة رئيسية، حيث تقوم النساء بجميع عمليات تصنيعها داخل المنزل، وتلجأ بعضهن إلى إكمال أعمالهن بالسوق إن وجدنا متسعا من الوقت. وتبدأ عملية تصنيع المنسوجات بنسج السعف مع بعضه نسجا دقيقا محكما، وتسميه النساء بالضفيرة. وقليل منهن يتقن تلك العملية، وتقول إحداهن إن هذا العمل سيندثر قريبا في ظل عدم إقبال الفتيات على تعلمه. ومن المصنوعات والمنسوجات الأساسية في السوق البساط متعدد الألوان، ويستخدم هذا النوع في مناسبات الزواج كفرش للعروسين، وأيضا البساط ذو الحجم الكبير، وتستخدم عادة كفرش في دور العبادة وأسقف المنازل لحمايتها من تسرب مياه المطر. كما تصنع منه أسرة الأطفال من سكان الريف، بحيث تقوم النساء بشد هذا السرير بحبل يعلق في أعالي الأشجار، ويجد الطفل فيه راحة وسكينة. وتلجأ نساء الريف إلى تلك العملية عند قيامهن بأعمالهن المنزلية. كذلك تصنع منه السلة أو ما يعرف في السودان بالقفة، التي كانت تستخدم في الماضي في نقل مستلزمات البيت اليومية، وما زالت تستخدم اليوم في نقل الأحمال الثقيلة. وهناك الكثير من المنسوجات المصنعة من السعف كالهبابة والبرش والمكنسة أو المقشاشة كما يسميها السودانيون. وتتعدد فرص العمل في سوق النساء بكسلة، فلكل امرأة عمل ترتزق منه، والبعض منهن يتنقلن من عمل إلى آخر حسب العائد المادي الذي يكفي لإعالة الأسرة. فالحاجة خادم الله ظلت مرتبطة ببيع الودك، وهو مصطلح سوداني يطلق على شحوم الأغنام والماشية بعد تسخينها على النار في آنية صنعت لذلك خصيصا. ويستخدم الودك في علاج بعض الأمراض كالتهاب جلد الرأس والجمجمة، أو ما يطلق عليه في السودان بالدبس. وتبقى المواد التي تصنع منها زينة النساء الأكثر تداولا بالسوق، وتشكل أخشاب الطلح والشاف المكون الأساسي في تركيبها. ومع أن الفتيات اتجهن نحو استخدام المستحضرات الحديثة، إلا أن مواد الزينة التقليدية تظل موجودة في كل بيت سوداني، خاصة عند أهل الريف والذين يعتبرونها من أساسيات البيت بالنسبة للمرأة. وتزداد الطلبات على زينة النساء في مناسبات الزواج والأعياد، وهناك بعض النسوة تخصصنا في إعداد وتركيب تلك الزينة، وحظينا باهتمام كبير من الزبائن. وكما أن للقبيلة في السودان شيخا يسمى ناظرا، وللمريدين في الطرق الصوفية شيوخا، فإن لسوق النساء بكسلة شيخة أيضا، وسميت كذلك باعتبارها أقدم العاملات في السوق، وتتصدى الحاجة فاطمة لكل المشاكل التي تواجه النسوة في ذلك السوق، وتعمل على حلها. البعض منهن توارثن المكان والعمل من أمهاتهن، وظللن يمارسن المهنة ذاتها،
وترى الحاجة زينب أن هذا السوق خصص لكبار السن من النساء، وتقول إن دخول بعض الفتيات يسبب لهن الفوضى التي لم تكن موجودة من قبل. وتتعدد مبيعات السوق الأخرى كآنية الفخار التي تصنع من الطين، كما تعد أدوات القهوة التي تميز بها أهل كسلا دون غيرهم الأكثر رواجاً، فالجبنة المصنوعة من الطين مرغوبة عند أهل الشرق عامة وأبناء البجا بشكل خاص أكثر من تلك التي تصنع من المواد الأخرى، وذلك لارتباطها بطقوس وتقاليد لا توجد عند بقية القبائل.